أظهر مقطع فيديو قصير مشاهد مذهلة لمرور محطة الفضاء الدولية ISS أمام قرص الشمس الضخم على مسافة 441.5 كيلومتر 274 ميلاً بسرعة حوالي 7.31 كيلومتر في الثانية 4.5 ميلاً في الثانية، ما أثار دهشة مشاهدي الفيديو. مدة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس بلغت مدة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس 54 ثانية، وتم رصد المقطع من الساحل الشمالي للبرتغال في بداية الشهر الماضي نتيجة تجميع 200 صورة بتقنية الفاصل الزمني على مدار ثانيتين تقريباً، حسبما ذكر موقع سبس المتخصص في أخبار الفضاء. اعتمد مصور اللقطات وهو ميجي لارو المصور الفوتوغرافي على استخدام كاميرا فيديو سريعة بولو ماكس لالتقاط هذه اللقطات النادرة، مع ضبطها على معدل عالي السرعة بلغ 109 صور في الثانية، حيث كان من الصعب التقاط لحظات عبور المحطة الدولية أمام الشمس باستخدام وسيلة أخرى، حتى باستخدام تلسكوب خاص مجهز بمرشحات الهيدروجين. تفاصيل رائعة لنفاثات من الغاز في الغلاف الجوي. وتظهر اللقطات تفاصيل رائعة لنفاثات من الغاز في الغلاف الجوي الخارجي للشمس مع عدد قليل من الشواظ الشمسية حول طرف الشمس وخيط غازي كبير. وتكمل محطة الفضاء الدولية دورة كاملة في مدارها حول الأرض كل 9.093 دقيقة، ويبلغ عرض المختبر المداري 358 قدماً، أي ما يساوي 109 أمتار. محطة الفضاء الدولية. وتبدو محطة الفضاء الدولية صغيرة جداً بالمقارنة مع حجم قرص الشمس على الرغم من ظهورها كبيرة في السماء، حيث ظهر قرص الشمس أكبر بنحو 30.3 مرة من محطة الفضاء الدولية أثناء التقاط هذا المقطع. ومن المثير للاهتمام أنه من الممكن التعرف على الهياكل المميزة لمحطة الفضاء الدولية في الصورة، بما في ذلك الألواح والوحدات الشمسية. تظهر الصورة أيضاً بتفصيل كبير نفاثات الغاز على الجو الخارجي للشمس، خيوط غاز كبيرة ومنطقة نشطة كبيرة أو بقعة الشمس، بالإضافة إلى بعض البروزات الشمسية حول أطراف الشمس. يبلغ قطر شمسنا 865,000 ميل 1.4 مليون كيلومتر، وتتكون من 73% هيدروجين و25% هيليوم و2% عناصر أثقل. تمت معالجة الصور بشكل فردي دون تكديسها، وقد أعجبت بالجودة التي تم تحقيقها باستخدام الإطارات الفردية فقط. يمكن رؤية محطة الفضاء الدولية باللون الأبيض في التسلسل الأول، وذلك بسبب تقنية الانعكاس المستخدمة لمعالجة صور الغلاف اللوني للشمس بمزيد من العمق. يظهر التسلسل الثاني محطة الفضاء الدولية باللون الأسود دون أن يكون هذا الانقلاب مرئياً. كان من الصعب رؤية عبور محطة الفضاء الدولية عبر الشمس حتى باستخدام تلسكوب خاص مزود بمرشحات الهيدروجين. لم أتمكن من التقاط هذه اللحظة النادرة التي حدثت في غمضة عين إلا بكاميرا فيديو سريعة من بلاير ونسروني أبولو إماكس، مع ضبط الغالق على معدل إطارات عالي السرعة يبلغ 109 صورة في الثانية.